بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم على محمد واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العلي العظيم مضى شهر رمضان الذي هو ربيع القرآن استأنس المؤمنون في هذا الشهر بالقرآن قرأوا ما تيسر منه تدبروا في آياته ولكن يجب أن لا يقتصر النظر في القرآن والعمل بالقرآن في هذا الشهر المبارك الفضيل بل القرآن هو كتاب الحياة، على الإنسان أن يتواصل مع القرآن في شهر رمضان وفي باقي شهور العام، على الإنسان أن يكون متواصلا، لماذا؟ لأن قوة كل حضارة الحضارات التي سادت، الحضارات التي بادت وضعفت أية حضارة تتقوم على ركائز ثلاث الدستور الصحيح المبدأ الصحيح هذه هي الركيزة الأولى لقوة كل حضارة وإن كان المبدأ ضعيفا لضعف كل حضارة وانتهاؤها وخسارتها الركيزة الأولى المبدأ الصحيح الركيزه الثانيه القائد الكفء الركيزه الثالثه القاعده التابعه يعني الجمهور التابع هذه الركائز الثلاث لو اجتمعت في اي حضاره لسادت تلك الحضاره ولو فقد احدها او كلها انتهت الحضاره. القسم رسول الله صلى الله عليه واله شيد الحضاره الاسلاميه بالمبدا اللي هو الكتاب. وهو كان خلقه القران. من هذا المبدا كان متجسما في شخص رسول الله صلى الله عليه واله. هكذا المسلمون تبعوا رسول الله في كل صغيره وكبيره. فسادوا على الامبراطوريه الروميه والفارسيه خلال فتره وجيزه. والمسلمون عندما ابتعدوا عن القران وعن منهج رسول الله خسروا، هذا الخسران العظيم اللي الان نشوفه. فالكلام الان في المبدا، هذا القران الذي يجب ان نتخذه دستورا لحياتنا في كل صغيره وكبيره، مو فقط في شهر رمضان. نقرأ اجزاء منه وانما دائما الله عز وجل في هذه الايه المباركه يقول في هذه الايه التي تلوتها في ابتداء المجلس: "الذين اتيناهم الكتاب". اتيناهم نستفيد من بصائر من هذه الايه. اتيناهم، اولا الاتيان الله ينسبه الى نفسه نحن الذين اتيناهم الكتاب كانما هذه هديه من اقوى شيء على العالم اذا واحد سلطان يريد يعطيك هديه ما يعطيك هديه مثل ما واحد رجل ما عنده معوز هو فقير يريد يهديك بشيء وانما يعطي حسبه مكانته الله عز وجل يقول, يقول قدمت لكم ما فيه النجاح ولا خسارة فيه أبدا أنا الذي أهديت لكم هذا الأمر آتيناهم فهذا إما للتشريف وإما لإتمام الحجة أنه مو هذا كتاب من فلان الذي قد يخطأ وقد يصيب وإنما كتاب من الله عز وجل آتيناهم ينسب الكتابة والإتيان إتيان الكتابة إلى نفسه آتيناهم الكتاب، طبعا الكتاب هو القرآن والكتب السابقة أيضا غير المحرفة، التوراة الآية المباركة فيها هدى ونور، الإنجيل آتيناهم الإنجيل فيه هدى ونور. القرآن أيضا كتاب هدى ونور كما في الآيات، لذلك القرآن يكون مصدقا للكتب السابقة الصحيحة طبعا غير المحرفة، لأنها كلها كتب نور وهداية. آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. شنو التلاوة؟ التلاوة غير التدبر. التلاوة غير القراءة. ويتلوه هو شاهد منه. كما في آية أخرى. التلاوة الاتباع التام. الذين يتلون القران مو يقرؤون القران قراءه زين هذا الذي يتلو القران حق تلاوته يعني يتبع القران قولا عملا لا يحرف القران لا يحمل القران على اهوائه كثير من الناس يمكن يصل الى مرتبه عاليه في العلم في الفلسفه ولكنه يحمل القران على ارائه كانما له بعض الاراء ويريد ان يستفيد من القرآن لتقوية آرائه، مو ان تلك الآراء يأخذها من القرآن، لا، وإنما يحمل آراءه على القرآن، فكأنما القرآن دعم لآرائه، لأنه في القرآن المحكم والمتشابه، فيستفيد من المتشابه، يأخذ المتشابه، الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهَ وَالرَّاسُخُونَ فِي الْعَلْمِ إذن يتلونه التلاوة مو صرف القراءة القراءة جيدة حتى إذا واحد ما يفهم القرآن لغته مول اللغة العربية قراءة القرآن النظر في القرآن عبادة النظر في القرآن يقوي البصر لماذا؟ لأن هناك تأثيرات أيضا في صرف القراءة ولكن هذه مرحلة القراءة الله عز وجل يقول فقرأوا ما تيسر منه هذه قراءة ولكن هنا في هذه الآية ماذا يقول يتلونه حق تلاوته هذه درجة مرتفعة غير التلاوة غير القراءة كما في التقوى تارة يقول فاتقوا الله ما استطعتم تارة يقول اتقوا الله حق تقاته في الجهاد تارة يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوه وتاره يقول وجاهدوا في الله حق جهاده، هذه مراتب مختلفه زين واحد يبدا يبدا من المرتبه الاولى القراءه ثم المرتبه الثانيه التدبر النظر شنو اللي يقول القران؟ والتدبر مفتوح للجميع التفسير بالراي باطل اما التدبر والنظر في القران والاستعانه بالروايات هذا امر يوجبه ارتباط الانسان بالقران، ولكن المرحله الثالثه التلاوه. طبعا التلاوه قد تكون بالقراءه بالتجويد القواعد التجويديه واحد يراعيها. بس هذا ما ينفع في النجاح. اللي ينفع في النجاح مو هذا، الله عز وجل في هذه الايه هناك قرينه ان التلاوه مو المقصود بها التلاوه، يعني التجويد. تحسين القراءة فقط، لانه في اخر الاية المباركة يقول: "يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به". اللي يجود القرآن يؤمن بالقرآن؟ رب تالٍ للقرآن والقرآن يلعنه. ما أكثر من حفظ القرآن من المخالفين من الخوارج من الدواعش في أيامنا هذه شنو هذا يعني يؤمنون بالقران؟ لا يؤمنون بالقران، يكفرون بالقران. فإذا اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون، من الذي يخسر؟ الذي لا يجيد تجويد القران؟ لا يجيد قراءة القران؟ لا. إذا مو المقصود بالتلاوة التجويد، التجويد زين. هذه مرحلة لا بأس بها، ولكن المهم المعنى والمفهوم والعمل بالمعنى. المسلمون الأوائل تقدموا لأنهم عملوا بالقرآن. رسول الله صلى الله عليه وآله أي شيء كان يقول لهم كانوا يسمعون منه يعملون طبعا هواية الرسول تأذى في سبيل نصحهم وإرشادهم ولكنهم بالنتيجة عملوا بما قاله رسول الله فارتقوا. فاطمة الزهراء سلام الله عليها تقول في تلك الخطبة فإنقذكم الله بأبي محمد صلى على محمد وعلى محمد مو صرف التلاوة وإلا في الآية المباركة وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا مهجورا من حيث العمل وإلا كلهم كثير منهم كانوا حفظا للقرآن رسول الله صلى الله عليه وآله كما موجود في التاريخ كان يعلم المسلمين القران عشر ايات عشر ايات يعني عشر ايات يذكرها فيحفظونها ويسعون في تطبيقها هذا شيء مهم واحد لما يعبر في قراءه القران على ايه يلاحظ ايه وبالوالدين احسانا يفكر لحظات دقائق حقيقه هل يقدم الاحسان تجاه الوالدين دقائق يفكر هي هذه الدقائق تؤثر يمكن تغير مجرى حياة الإنسان 180 درجة قو أنفسكم وأهليكم نارا أنا دأقي نفسي ولكن هل وقيت أهلي أولادي علمتهم الخير علمتهم الارتباط بأهل البيت أم لا تشوف الأب متدين بس الابن بعيد كل البعد هذا الخطأ خطأ الأب مو يقول انا كل واحد ينام في قبره هذا المثال الشائع لا مسؤوليه الاخرين تجاه الاباء لذلك في روايه مذكورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم ويل من آبائهم فقيل يا رسول الله من آبائهم المشركين الأب المشرك يسبب انحراف ابنه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا بل من آبائهم المؤمنين الأب مؤمن ولكن ويل لهذا الولد من أبيه المؤمن فقيل كيف يا رسول الله قال لا يعلمونهم شيئا من الفرائض ما يعلم الفرائض ما يقعد لصلاة الصبح الأم ما تعلم البيت على الحجاب بس البت سبع سنوات ثمان سنوات المفروض تلبس الحجاب تتعلم. أكو في الروايات علموا أبنائكم الصلاة من سبع سنين مو واجب عليه بس لما يتعلم خلاص يتعود. فإذا على أي آية واحد يقف. يلاحظ يفكر ثواني هذا معناه التدبر بعد ذلك يسعى أن يطبق في حياته ويعمل بذلك. بما ورد في الآية إذا عمل يصير يتلونه حق تلاوته طبعا في الروايات أنه يتلونه حق تلاوتهم أهل البيت سلام الله عليهم في رواية عن الإمام الصادق ولكن هؤلاء هم المصداق الأبرز مو أن الآية مقتصرة على الأئمة المعصومين لا أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به المصداق الأبرز لمن يعمل بالقرآن ومن هو في كل عمله القرآن يعني تارة الإنسان يعمل بالقرآن تارة يقال هذا خلقه القرآن رسول الله هكذا يعني كل خطوة من رسول الله هذه تمثل القرآن في أخلاقه في أعماله في ارتباطه مع الآخرين الإنسان قد يرتقي إلى تلك الدرجة يمكن أن يقترب من تلك الدرجة المرحوم الوالد رضوان الله عليه ورحم الله الماضين منكم جميعا كان مهتما بحياة رسول الله صلى الله عليه وآله دائما يطالع في حياة رسول الله مؤلف أكثر من يمكن عشرين كتاب عن رسول الله كتاب وكتيب فكان يقول أنا كل خطوة اللي أريد أقوم بها كل عمل الذي أريد أن أقدم عليه أفكر هل رسول الله صلى الله عليه وآله عمل هكذا أو كيف عمل رسول الله حتى اطبق حياتي على سيره رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. حتى انه كان ينصح الذكور على الزواج، يعني عندما ياتيه الشباب ينصحهم على الزواج، ولكن لا ينصح الشابات على الزواج، تاره هو قال، قال يعني انا كنت اشوف الذكر الولد الشاب انا انصحه على الزواج، طيب بس انا كرجل انصح بيت اسالها انت متزوجه مو متزوجه وان كان كبير في العمر ولكن هناك قد يكون حرج في هذا السؤال ولكن قال بعد ذلك رايت ان رسول الله صلى الله عليه واله كان يستفسر الشابات والبنات عن الزواج انهن متزوجات ام لا ويشوقهن فتشوقت واقتديت بسيره رسول الله صلى الله عليه واله فقمت انصحهن بالزواج. ان الدقة الى هذا الحد انه لا يكون شويه يبتعد عن طريقه رسول الله حتى في الامور العاديه اذا واحد هكذا دقق ولاحظ يوفق يتلونه حق تلاوته التدبر في الايات المباركه العمل يسعى واحد يسعى واحد مو معصوم يخطئ يذنب يرتكب الذنب ولكن من لا يتلو القران احد الصنفين من لا عقل له او من على قلبه قفل ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب يتذكر اولو الالباب اذا من له عقل صاحب اللب والعقل يتذكر يستفيد من القران. القسم الثاني اللي ما يستفيد من القران ويصير خاسر في الدنيا والآخرة من على قلبه قفل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قفل القلب هم بيد الإنسان ختم الله على قلوبهم هذا مو شيء خارج عن إرادة الإنسان لما الإنسان يرتكب الذنب الله يختم على قلبه أو يغفل يبتعد يمكن تشوف الإنسان ليس كان رجل متدين خرج إلى الغرب بعد لا يحضر إلى حسينية ولا إلى مركز إسلامي ولا يهتم بالقرآن خلال فترة شنو يحصل الحجاب على قلبه فيقع في غفلة هذا الله عز وجل أيضا يختم على قلبه أم على قلوب أقفالها أو التعصب العصبية الجاهلية تشوفه ما يعمل بكثير من الآيات للعصبية حمية الجاهلية موجودة عند الكثير مع الأسف فهذه أمور توجب بل ران على قلوبهم يعني صدأ صدأ الحديد شلون يصدأ القلب أيضا يصدأ الزنجار اللي يكون على القلب لماذا بما كانوا يكسبون الذين آتيناهم الكتابة يتلونه حق تلاوته الذي يتلو القرآن حق تلاوته مو صرف التلاوه، لا التلاوه في المرحله العاليه اولئك يؤمنون به، هذا يؤمن بالقرآن. اما من يقرأ القرآن بصوت حسن ولا يعمل بالقرآن ومن هذا هو الذي يكفر بالقرآن حقيقة فاولئك هم الخاسرون، يخسر ماذا؟ يخسر اخرته طبعا ولكن مو الامر مقتصر على خساره الاخره. ايضا يخسر دنياه. نابلون الفرنسي المعروف اراد ان يقرا احوال المسلمين. شنو المسلمين وضعهم؟ فاتى الى مصر كما مذكور في التاريخ ودخل احدى المكتبات العامه في القاهره ومعهم مترجم. قال خذ احد كتبهم وترجم، فهذا شال ايده واخذ القران. فتح القرآن ترجم بعض الآيات نابلون دقق في الترجمة في فترة ساعة ساعتين أكثر قام يترجم في اليوم الثاني أيضا قدم إلى هذه المكتبة والمترجم يترجم لبعض آيات القرآن في اليوم الثالث عدة أيام آيات متعددة من القرآن في سور مختلفة بعد ذلك قال نابلون المبدأ الصحيح قال لا يرى المسلمون الذله ما داموا متمسكين بهذا الكتاب. ما داموا متمسكين بهذا الكتاب لا يرون الذله. هكذا وله كلمه ثانيه قال اذا اردنا ان يتبعنا المسلمون يتبعونه المسلمون علينا ان نبعدهم عن القران. كما نرى هذا شيء جلي الان. ماكو رابط بين المسلمين والقران. الفواتح يقرؤون هذا جيد في شهر رمضان يقرأ القرآن هذا جيد ولكن مو الأمر مقتصر بشهر رمضان وليس الأمر مقتصر بقراءة القرآن فقط وإنما تلاوة القرآن فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه يتلوه يعني يتبعه شاهد يعني رسول الله وأمير المؤمنين الذي يقول كنت أتبعه أتباع القصيد هذا المهم في القرآن فيقول لو عمل المسلمون بالقرآن لم نتمكن لا لا يصيب لا يصابون بالذل ولم نتمكن من ان نجعلهم متبعين لنا بالفعل فرقوا نشوف اي مكان للغرب الغرب عمله ضد مبادئ القران المسلمين ابتعدوا منها الحجاب مثلا هو اكو تركيز في الغرب ضد الحجاب نشوف كثير من المسلمين ابتعدوا عن الحجاب. بس ذاك التركيز ماكو على الصوم مثلا. نشوف كثير من المسلمين حتى غير الملتزمين يصومون. لماذا؟ لان الغرب ما ركز على الصوم، بل له ايضا في الحميه طبعا مو هذه طريقه الصوم، ولكن في الحميه والابتعاد عن السمونه وكذا هم يشوقون على هذا الامر. لذلك تشوف المسلمين كثير منهم طبعا حتى غير الملتزمين ملتزمين بالصوم. إذا هل نتبع الغرب أو نتبع رسول الله أو نتبع أهل البيت نتبع القرآن؟ الخسارة مو خسارة الآخرة فقط. إذا واحد يكفر بالقرآن عملاً يخسر دنياه. الآن المآسي والويلات كلها في البلاد الإسلامية وأكثرها. لماذا؟ ابتعدنا عن القرآن. تشوف حتى الشيعة أنفسهم متنازعين، متحاربين، أحدهم يفسق الآخر ويكفر الآخر اللي يرتقي إلى سدة الحكم تراه يضرب الآخرين حتى جماعته يقسمهم يشرذمهم ولا تنازعوا فتفشلوا، الله أمرنا بالتنازع لننجح أو بعدم التنازع اللي يتنازع يفشل هذا وضع المسلمين، لذلك نرى اليوم في العراق الشيعة هم مو متحدين مختلفين بعضهم بعض الجهات على المناصب مهتمين تركوا وخسروا بعد عشرات السنين مئات السنين حسب القانون الشرعي والدولي اتاهم الحكم ليحكموا بين الناس بالعادل ولكن بعضهم لم يعمل بالعادل وانما فكر في نفسه الفرص تمر وقلما أدبرت نعمة فأقبلت، النعمة إذا نعمة الصحة والسلامة إذا ذهبت ما ترجع قلما نعمة أدبرت فأقبلت هذا وضع المسلمين فأولئك هم الخاسرون، خاسرون في الدنيا قبل الآخرة في الآخرة يؤتى بالرجل ويقول يا رب أنا كنت مؤمن ولكن ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا يا رب وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا تركوا القرآن أحد الزهاد مع مجموعة كان يعبر من مكان مزبلة فإذا بأولئك جماعته أخذوا أنوفهم رائحة كريهة منتشرة في هذه المزبلة اخذوا انوفهم قال انتم تاخذون انوفكم لا تشتموا هذه الرائحه الكريهه اللي هي رائحه الطعام ومتخلفات الانسان تقاتلون في سبيلها وانتم بعد ايام تموتون تصدر الجيف من ابدانكم حتى الابن بعد مو حاضر انه يبقي ابوه عنده يومين ثلاثة ايام راسا يروح يدفن يعني. يبقى عنده لا فإذا هذا وضع الإنسان أيام قلائل في الدنيا الله أعطاه الصحة أعطاه العمر أعطاه الإيمان الحمد لله بالله وبرسوله وبأهل البيت سلام الله عليه وسلم، عليه أن ينتهز هذه الفرصة لكي يقوي درجات إيمانه يرتبط بالقرآن حقيقة كل يوم آية هذا أقل واحد يبدأ بختمة القرآن ولكن كل يوم آية أو آيتين يعني أو ثلاث آيات بس أقل آية يقرأ الآية، يسعى أن يطبق تلك الآية في حياته ليوم واحد فقط، مو معقدة ولكن المشكلة الغفلة اليوم باليوم آية واحدة يقرأها الإنسان ويطبقها في حياته في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه واله أنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا أنه واحد يخلي فترة خمس دقائق أقل أكثر يفكر أنه شنو سوى بالنهار هذا ما يأخذ منا وقت هل عمل الصالحات أم عمل الطالحات والعياذ بالله يستغفر الله فيما صدر عنه من الذنب ويسأل الله أن يوفقه لماذا. للخير إن صدر منه الخير. إذا واحد قرأ القرآن لا يصير من استوى يغماه فهو مغبون. إذا واحد يقرأ القرآن السنة الماضية أني يعني ختمت القرآن هالسنة هم أختموا القرآن كالسنة الماضية فقط. ولم اتغير انا المغبون، واذا واحد تراجع فهو ملعون والعياذ بالله. ان نتمسك بالقران اذا اردنا السعاده في الدنيا والاخره. اسال الله عز وجل ان يوفقنا لقراءه القران، للتدبر في الايات المباركه ولتلاوه القران حق تلاوته بمحمد واله الطاهرين.